افتتاح الميناء البري لمحلية الروسيرس اعتبرته حكومة الولاية امتدادا للجنة إعمار النيل الأزرق التي كونها الرئيس السوداني في تأكيد على اهتمام الرئاسة بالمناطق المتأثرة بالحرب. متزامنا مع إعادة تشكيل اللجنة العليا لإعمار ولاية النيل الأزرق، لدينا مشروعات مجهزة من قبل حكومة الولاية متمثلة في البنى التحتية، بداية بالطرق والمياه ومشروعات الكهرباء التي نحن في خطتنا إن شاء الله أنها ستشمل كل قرى الولاية، ونحن قد انطلقنا من خلال مشروعات السدود في الريف الجنوبي، والآن نحن نخطط للانطلاق إلى الريف الشمالي. انطلاقة تشمل عدة مشاريع خدمية في مجالات المياه والطرق. والآن لدينا 7 مشاريع جاهزة في جنوب الروسيرس في مناطق الكدالو، وكذلك بعض المناطق الأخرى التي لم يشملها العمل في الريف الشمالي. يسير العمل في الطريق الغومي الرابط بين محلية الروسيرس وولاية سينار بمدينة الروسيرس ومبارد، وكذلك هناك عمل كبير جدا الآن ينتظر في مجال تزحيف الطرق والردميات الداخلية داخل مدينة الروسيرس، وإن شاء الله سينطلق فيها العمل في الأسبوع القادم، وهي من الخطة الثانية طوالي بعد مشروع الميناء البري بمدينة الروسيرس. ذو صلة بالنقل البري بالولاية يرون أن الميناء يمكن أن يدعم قطاع النقل بالنيل الأزرق. ده إضافة كبيرة جدا جدا لنا نحن كقطاع نقل في الولاية. الميناء ده أول حاجة ميناء للمواصلات الداخلية وميناء للمواصلات خارج الولاية، يعني المواصلات عبر الولايات. نحن الآن جبنا باصات وحنجيب حفلات رتاونات تنطلق من الرصيرس عبر كل الولايات. هي نفرة تأتي متزامنة مع خطط ومشاريع تنموية بمحليات الولاية الست في انتظار أن تصل خطى السلام إلى محطتها الأخيرة استقرارا وأمنا. جملة مخرجات اقتصادية أمنية اجتماعية يتوقع أن يجنيها القطاع الشرقي للولاية بافتتاح هذا الميناء، والذي يشير البعض إلى أنه ربما يكون امتدادا لعمليات التنمية التي تحتاجها الولاية في مجال الطرق والصحة والمياه. عامر عمر عبد الله، الشروق، ولاية النيل الأزرق، محلية الروسيرس.